بسم الله. تمارين حول درس المعادلات للسنة الثانية إعدادي. نتابع حصص المسائل. يلا نشوف المسألة التالية. تقاسم أشخاص مبلغ 45,000 درهم فيما بينهم بطبيعة الحال. إذا علمت أن نصيب الثاني يفوق نصيب الأول بما قدره 300 درهم، وأن نصيب الثالث ينقص عن نصف نصيب الثاني ب500 درهم، ما هو نصيب كل واحد منهم؟ يلا انقل هذه المسألة في دفترك ثم فكر في الحل. يلا كالعادة يمكنك توقف تشغيل الفيديو ثم تنجز المسألة، وبعد ذلك نتفق معا عن الحل. صافي انتهيت، يمكننا نبدأ الحل. يلا بسم الله. إذن عندنا 3 أشخاص تتقاسموا هذا المبلغ. افترضوا في هذه الصورة الشخص الأول، وهنا الشخص الثاني، وهنا الشخص الثالث. نسميه باش نميزوا كل واحد عن الآخر. إذا هنا الشخص الأول كما ذكرت، وهنا الشخص الثاني، وهنا الشخص الثالث. متفقين؟ إذا غادي نشوفوا الآن العلاقة بين هذه الأشخاص أو بين هؤلاء الأشخاص 3. يمكن نفترض أن نصيب الأول هو ماذا؟ يلا كيف سنبدأ حل هذه المسألة؟ مزيان، نعطيه مثلا الشخص الأول نصيب إكس. متفقين؟ قيل لنا أن نصيب الشخص الثاني يفوق نصيب الأول بما قدره 300 درهم. إذا كان الشخص الأول نصيبه هو X والآخر الثاني يفوق ب 300 درهم، إذن فكم سيكون نصيبه؟ نعطيو شي مثال. بحال دروكا مثلا النصيب الأول هو 500 درهم. الشخص الأول نفرضه بأن نصيبه هو 500 درهم والثاني يفوقه ب 300 درهم، إن كم سيكون نصيبه؟ صحيح، سيكون نصيبه 500 زائد كم؟ صحيح، زائد 300. الآن إذا كان النصيب الأول هو 700 درهم، فكم سيكون نصيب الثاني بما أنه يفوقه ب 300 درهم؟ صحيح، سيكون نصيبه هو 700 زائد 300، أي 1000 درهم. يلا دروكا ما دمنا قلنا أن نصيب الأول هو إكس، فكم سيكون نصيب الشخص الثاني؟ صحيح، سيكون هو إكس زائد 300. متفقين؟ قيل لنا أيضا أن نصيب الثالث، أي الشخص الثالث، ينقص عن نصف نصيب الثاني ب500 درهم. يلا كيف سنترجم هذا الأمر رياضيا؟ أعيد، نصيب الثالث ينقص عن نصف نصيب الثاني ب500 درهم، بمعنى غادي ناخذ نصف ديال نصيب الشخص الثاني ومازال نقص منه 500 درهم، عاد نحصلوا على نصيب الشخص الثالث. إذن كيف سنعبر عن هذا نصيب الشخص الثالث؟ بطريقة رياضية باستعمال إكس. واخا نشوفوا مبلغ الشخص الثاني هو ماذا؟ مبلغ الشخص الثاني ما هو ماذا؟ صحيح، هو إكس زائد 300. نصفه هو ماذا؟ نصف هذا المبلغ. بالفعل نصف هذا المبلغ هو إكس زائد 300 على ماذا؟ نقسم على 2. بالفعل
هو x زائد 300 على 2. هذا سننقص منه 500. إذا نصف المبلغ هو x زائد 300 على 2 ثم ننقص منه 500. يلا كيف ماذا سنكتب هنا؟ صحيح، سنكتب x زائد 300 على 2 أي نصف مبلغ الشخص الثاني ثم ننقص منه 500. هكذا عبرنا رياضيا على هذه الجملة التي كتبنا أسفل. تبقي إذا الآن إذا جمعنا نصيب الشخص الأول ونصيب الشخص الثاني ونصيب الشخص الثالث سنحصل على ماذا؟ نعم، سنحصل على المبلغ الإجمالي اللي هو كم؟ فعلا اللي هو 45,000 درهم. متفقين؟ نجي نكتب هالشي. هالشخص نصيب الشخص الأول هو هذا، هو X اللي افترضناه في البداية، غادي نضيف له نعم أي زائد مبلغ الشخص الثاني اللي هو X زائد 300. عاد بعد ذلك نضيف مبلغ الشخص الثالث اللي هو X زائد 300 على 2 ناقص 500. كم المجموع؟ فعلا المجموع يساوي 45,000 درهم. وهكذا حصلنا على معادلة من الدرجة الأولى بمجهول واحد، والمجهول هنا هو العدد X. اتفقين؟ سنقوم الآن بحل هذه المعادلة. يلا، إذا كان العمل ديالك اللي قمتي به يتفق مع عملنا، مع العمل اللي قمنا به الآن، يمكن لك تتبع معي العمليات. إذا خفقتي في إيجاد المعادلة، ما عليك إلا أن تأخذ ورقة وقلم وتتابع حل هذه المعادلة. اتفقين؟ يمكن لك توقف الآن تشغيل الفيديو وتقوم بحل هذه المعادلة. نحتاج الجزء من التمرين تهور مهم جدا. واضح؟ يلا نتابع. إذا الآن بدأنا بحل المعادلة x زائد x هي العدد 2x. تبقين؟ ثم حسبنا فرق العددين الآخرين. إذا الآن نوحد المقامات. ما هو المقام واحد؟ نعم هو 2. يمكننا نوحد المقامات ديال العناصر كلها دفعة واحدة هكذا. تبقين؟ ثم نشطب على المقام الموحد هكذا. اتفقين؟ ثم نتابع العملية على هذا النحو. الآن يمكننا نجمع 4x مع x ستعطينا ماذا؟ نعم ستعطينا 5x، وناقص 400 زائد 300 تعطينا ماذا؟ نعم تعطينا ناقص 100 هكذا. متفقين؟ ثم نتابع. ننقل ناقص 100 إلى الطرف الثاني، تصل الكتابة على هذا النحو. واضح؟ نتابع العملية. 5x تساوي 90,100. يعني x تساوي ماذا؟ زين، يعني x تساوي 90,100 على 5. تبقين؟ الآن نحسب هذه القيمة. ها هي، أي 18,020. إذن نصيب الشخص الأول هو 18,020 درهما. متفقين؟ نتابع. يلا الآن سنتحقق من هذه النتيجة التي حصلنا عليها. الآن سأريك الصورة ديال
الأشخاص الثلاث من جديد. هي هادو هما الأشخاص اللي تنتكلم عليهم، الشخص الأول، الشخص الثاني، والشخص الثالث. متفقين؟ إذا كما قلنا نصيب الشخص الأول هو 18,020 درهم، نصيب الشخص الثاني هو هذا المبلغ، نضيف إليه 300 درهم، سيصبح المبلغ على هذا النحو اللي هو 18,320 درهما. ونصيب الشخص الثاني هو ناخذ نصف هذا المبلغ ثم ننقص منه 500 درهم، تفقين سيعطينا 8,660 درهما. تفقين دركا غادي نحسبوا مجموع هذه المبالغ الثلاث ونشوف واش فعلا تتساوي المبلغ الذي تقاسمه هؤلاء الأشخاص اللي هو 45,000 درهم. متفقين؟ هذه عملية التحقق اللي صحت المسألة من بين المسائل اللي هي ضرورية كلما انتهينا من حل مسألة ما. يلا دركا نحسب هذه المجاميع، نتأكدوا هل فعلا مجموعها يساوي 45,000 درهم. يعني الآن تلقوا بعملية الجمع وكما ترى المجموع هو المبلغ 45,000 درهم اللي عندنا في معطيات المسألة. إذا ما توصلنا إليه ينسجم تماما مع ما لدينا في نص المسألة، بمعنى أن عملنا الذي أنجزناه سليم. متفقين؟ انتهت هذه الحصة من إعداد الأستاذ عبدو، إعدادية الصفاء مراكش. أعتذر على الصوت اللي هو مبحوح نظرا لأنني مصاب بالزكام في هذه الأونة. أعتذر مرة أخرى. إلى اللقاء.